تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل وميكنة الإجراءات لتحفيز الاستثمار، أكدت الحكومة أنه يجرى العمل حاليا للانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة ما بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الدولة. وأضافت الحكومة أنه سيتم التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشأة المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين. وأوضحت الحكومة أن تلك الخطوة تستهدف تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يوماً، بالإضافة إلى سداد دعم المصدرين خلال 90 يوما لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الانتاجية والتصديرية في مصر. أعلنت الحكومة عن تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة موديل السنة بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط على 7 أو 10 سنوات للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات منذ انطلاقها في مارس 2021 وحتى الآن، بدلا من عرباتهم المتقادمة التي مر عليها 20 عاما فأكثر. أوضحت الحكومة أن الخزانة العامة للدولة تحملت 718 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات التي حصل أصحابها أيضا على تسهيلات ائتمانية من خلال البنوك المشاركة. تتمثل تلك التسهيلات في سعر فائدة 3% عائد سنوي مقطوع، وتسهيلات في تكلفة وثيقتي التأمين على الحياة والسيارة، فضلا عن وثيقة تأمين إضافية مجانا تغطي الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100,000 جنيه. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات مع انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكي. هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.18% مسجلة 81 دولار 14 سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة أيضا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.15% مسجلة 85 دولار 58 سنتا للبرميل. في المقابل زادت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.17% مسجلة دولارين 2.54 سنتا، وذلك للتر، فيما أيضا قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.51% مسجلة دولارين 2.75 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى غير مسبوق عند 2.1 مليون برميل يوميا في مايو، وذلك بفعل انخفاض الطلب من الصين. ارتفعت حصة النفط الروسي في مشتريات ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم إلى ما يقرب من 41% الشهر الماضي. انخفضت إمدادات الهند من السعودية إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر بعد أن رفعت الرياض أسعارها للشهر الثاني في مايو. أغلق سوق الأسهم في الإمارات على ارتفاع مدعومتين بمكاسب واسعة النطاق مع تسجيل مؤشر دبي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وانتعش مؤشر دبي بعد أن تكبد خسائر في الجلسة السابقة ليغلق مرتفعا عند 0.6% مع صعود جميع أسهم الشركات المدرجة عليه. ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة بلغت 0.7% بعد أن تكبد خسائر في الجلسة السابقة. على مدى الأسبوع ارتفع المؤشر بنسبة بلغت 0.9%. تباطأ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو في يونيو بعد أن سجل قطاع الصناعات أكبر تراجع له في 6 أشهر. سجل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو 50.8 نقاط متراجعا عن 52.2 نقطة والمسجلة في مايو في أدنى مستوى له في 3 أشهر، فيما انخفض نشاط التصنيع إلى 46 نقطة في يونيو من 49.3
الشهر السابق.